بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا عظيم. يقول مولانا في آخر هذه الآية 34 سلام الله عليه ولفي لنا الصفوين، فإلا تقول فكيف ملا تجرؤوا على أن لا تقيموا لله حقه، أن لا تقيموا لله قدره، وما قدر الله حق قدره. يا ناس لمن عم تمر روح الإسلام في أرض الإسلام اللي اليوم خربتوها من الإسلام، أراكم بمكرسي أبصر موسي صبدير الله، يعني ما كنش عارفين إيش بما إله. هو سيد لا مثيل له، وهو خالق لا شريك له، وهو مدبر أمور خلقه، ولا أحد منكم يحسن تدبير حتى أمور خلقه. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أن عاودوا فأنا تؤفكون، ومن يخلق بهم كلام مش يتمنى، يريد الله أن فيق من غفلته، يعني كي يبقى كونسيون دوري تاع لاموريتان، وما فهموش القران ما اسمع الغو فيه، اسمع شوفوا عليك وشاهدتي اشاك فوا كو لو كورون اللي بسلموا لي يسيتي لي كومو ديريج دوني اي اوديونس بارتيكيليير. الاسلام القران نور الطريق، الاسلام هو عمود، عميد هو القرآن. وربما اليوم إن شاء الله هذه الليلة الجلسة باش نعطيكم تقريب 30 موضوع ودرسوا عندكم خدمات كل شيء من بلغوكم قبل أنكم تشتروا القرآن، لابد من الأمانة، لابد من تشاركون ولا تلاقينا هذوما إن شاء الله يسألون ربي ونقولوا تفصيل واحد ورا واحد ونختموا هذه اليوم. أن تؤفكون كيف تسمع لأنفسكم أن تذكر أن إله لا شريك له، وأن الإله لا يخلق إلا هو الخلاق العليم، ولا يعيد الخلق كما في البعث سيكون ذلك إلا هو. إذا يخلقكم ويعطيكم الكفاءات كلها باش تكون من هو الإله، ويعطيكم الغرس وهديناه النجدين. قالك هاو طريق السلام، هاو طريق الهلاك. فهمتم عميتوا وسمعتم انكم خرجتوا الى عدو الله وهو ابليس اللعين لابوري لمدير لو ميشون هو الشر خلق الله وابليس وانتم خدمتوه ربكم، فانتم كذلك تبعا لربكم هذا المختلق، فانتم اهل شر. وإذا كان أنتم من أهل الشر فلا تنالون إلا شر في دنياكم وأثناء رحلتكم البرزخية وإخراجكم ليس لكم نصيب من الخير. والسلام في تمام الكمال على أمة رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، التمام والكمال.